على الدوسي. هو ديجا اسمع يخوف نهد الجندوبي. احنا نحكيه الآن على شاحنات النقل بالنسبة للعاملات الفلاحيات. الآن آخر الكوارث نهار الأحد اللي فات ما زالت متواصلة، حكينا عليها عنا سنوات كما قلت في الساعة الأولى. نهار الأحد الصباح انزلاق شاحنة على مستوى الطريق الجهوية 51 الرابطة بين بنزرت وسجنان. كان على متن الشاحنة هذه اللي نحكيو عليها الياس حوالي 60 شخص، أغلبهم من العاملات في المجال الفلاحي، كانوا متجهات لإحدى الضيعات لجني الزيتون. الأمر اللي تسبب في إصابة 36 منهم خلف لأربع عاملات كسور على مستوى الحوض، ومما استوجب الاحتفاظ بهم في المستشفى وإجراء عملية جراحية. حادث آخر أصدر بعده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيان شديد اللهجة الحقيقة، عبر فيه عن غضب واستياء بعد الحادثة الأخرى اللي وصفها بحوادث شاحنات الموت، إجرام بحق العاملات في المجال الفلاحي، وصرخة في ضمير السلطة حسب البيان. وفي الأثناء الكونتور يدور الآن الحوادث متكررة وبلغت 69 حادث منذ 2015. هذه إحصائيات المنتدى اللي يقول من 2015 لليوم 69 حادث خلف 835 جريح و55 حالة وفاة. لفت المنتدى إلى أنه الرقم هذا هو مفزع، رقم قاعد يتصاعد من سنة إلى أخرى رغم صدور قانون اللي حكيت عليه أنت، القانون اللي ينظم عمليات نقل العمل والعامل ويحدد الأمر الترتيبي المتعلق بأساليب تطبيقه، الشروط والمواصفات اللازمة لوسائل النقل الخاصة به، كما يخضع هذا الصنف من النقل حسب القانون إلى تراخيص تمنح بشروط تحت رقابة هيكل الدولة وممثلي الوزارات المعنية. المنتدى يشير زادة إلى أنه منذ صدور القانون 51-2019 تم تسجيل 33 حادث تسبب في وفاة 15 عاملة و322 جريح. دونك القانون ما بدلش حاجة كبيرة. الآن هل تم إيقاف صاحب الشاحنة؟ هذا ليكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي، ليقول أنه تم الاحتفاظ بسائق الشاحنة اللي تعرضت للحادث متاع الانزلاق اللي تسبب في إصابة 36 عامل وعاملة في القطاع الفلاحي. مصالح التفقدية الجهوية لشغل بنزرت قالت أنه مصالحها باش تولى من جهتها اتخاذ الإجراءات اللازمة في علاقة بالمسؤولية شغلية مع مختلف الأطراف اللي عندها علاقة بالقضية هذه. باهي، رغم أنه المصالح الجهوية في بنزرت تقول أنا أخذت تدابير للحد من الحوادث هذه. مصالح ولاية بنزرت كانت أشارت في تصريحات سابقة إلى أنه في إطار الحد من مخاطر النقل العشوائي للعمل في القطاع الفلاحي، تولى ولي بنزرت تفعيل أعمال اللجنة الجهوية الاستشارية لنقل العمل الفلاحيين اللي قامت بإسناد 10 تراخيص للغرض لفائدة مهنية النقل غير المنتظم، نحكي هوني لواج ونقل ريفي، بعد إتمام مختلف الإجراءات الواجبة للغرض، منها إصدار البلاغات من قبل مصالح الولاية المهنيين المشاركين، كيف كيف الشروط المتعلقة بالتهيئة العامة للعربة وتوفر الشروط السلامة والرقابة الأمنية وغيرها، نقطة نلقاوها موجودة في المنتدى اللي ذكر به في بيانه. ألو، أعطينا بصفة سريعة الآن المنتدى شو يقول في علاقة باتخاذ جملة من الإجراءات للحد من نزيف حوادث نقل العمل في المجال الفلاحي. مع العلم اللي المنتدى تنخذو شوية آخر بالهاتف، الحياة العطار تقول لنا تقريبا كيف ينظر للحلول المنتدى. تفضل. كما كنت نقول لك الياس، بيان مطول، بيان شديد اللهجة، فيه إجراءات تتحدث يحدث المنتدى على ضرورة إلاء قضية نقل العمل والعاملات في القطاع الفلاحي الأهمية اللازمة اليوم، الذهاب في تشديد الرقابة على الوسطاء والناقلين بشكل عاجل، تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بحقوق العمل في القطاع الفلاحي، مراجعة التشريعات، تحسين البنية التحتية وتعبيد المسالك الفلاحية، عنده دور كبير زادا في الموضوع، ما لازمناش نتغاضاو على الشيء هذايا، تكثيف حملات التوعية كما طالب المنتدى لجان الاستشارية الجهوية لنقل العمل الفلاحيين المتكونة من ممثلين عن الوزارات المعنية في الموضوع والمصالح الأمنية تحت إشراف الولايات بالشفافية في مسألة منح التراخيص وبالصرامة في تطبيق القانون على كل المخالفين. وهذا موضوع منح التراخيص هذا موضوع مهم جدا على خاطر اليوم تعطي ترخيص، هل تعطي ترخيص حسب كرة الشروط
الشروط وإلا لا، الرقابة من بعد موجودة وإلا لا. اليوم العربات هذية وقت اللي تهز لك 60 من المفروض تهز 20 ولازم يكونوا بالقاعدة وما فماش اللي واقفين، دونك لهنا فما مشكل كبير إلى جانب مشكلة المسالك وتطبيق القانون. تكون كميونة معدة لنقل البضائع، ذكروا الياس للكميونة راهي معدة لنقل البضائع، تشوفوها حتى في الكياس الكلنا نشوفوها. المشكلة وين؟ سكل كلنا قابلين بالوضع، الكلنا قابلين بالوضع وكأنه ما فماش ألترناتيف، ما فماش بديل. تنشوفوا مع حياة العطار شوية. حياة العطار مرحبا بك، شكرا لك على قبول دعوة الهاتفية، مكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى. مرحبا بك لحياة. مرحبا يا الياس، تحية لك وكل مستمعي مستمعات مزيكا. لحياة اليوم الوضع شيقول لو برومي كونستا، إذا كان ناخذوا صورة فوتوغرافية شنو تعلمنا الصورة الفوتوغرافية هذه حول وضعية ولا المابينج هذايا حول وضعية العاملات الفلاحيات؟ بالنسبة لوضعية العاملات الفلاحيات وكما نعرفوا الحقيقة ما فماش حتى تطور لحد اللحظة هذه، والمابينج يظهر لي ما تنجم تعكس اليوم كان حالة الحوادث اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تتكرر في كل مرة. وضعية الهشاشة اللي تعيشها العمالة الفلاحية في تونس هي اللي تعكسها اليوم وضعية الحوادث وطريقة النقل اللي تنقل بها ووضعية الحماية الاجتماعية والأجر وغيره اللي للأسف اليوم ما فماش حتى خطوة قدمناها برغم مجهودات المجتمع المدني برغم مجهوداتنا في المنتدى. واليوم مازلنا نحكيه على حوادث، مازلنا نحكيه على حادث يعني يصير مؤخرا، معناها بعد 5 سنين من إصدار قانون اللي المفروض ينظم المسألة هذه مازلنا نعاودوا في نفس الكلام ونحكيوا في نفس المواضيع للأسف. مثال نكملوا نحكيوا حياة العطار بالرغم، وكنت نحكي أنا على دورنا الكل، دورنا مثالش دور لانديناسيون ودور زاد كذلك اليقظة. مثالش اليوم القانون وينه؟ القانون موتاوم تم المصادقة عليه 2019 القانون 51، هل يتم تطبيقه؟ لا. لو كان جاي يطبق اليوم ما يصيرش أكسيدون بطريقة ذيك، وما نلقاوش كاميونة هذا 63 عامل وعاملة في الخلفية نتاعها، واللي كاميونة بالأساس معدة لنقل البضائع تهز يعني أشخاص. لو كان جاي القانون قاعد يتطبق كيف ما المفروض أنه يتطبق ما نحكيوش اليوم على حادث بطريقة بالبشاعة هذيك. هو الحقيقة الحادث هذا ما هوش لول، هو حسب إحصائيتنا في المنتدى الحادث رقم 69، ولكن الحادث هذا بالذات مستفز جدا، مستفز لنا كمجتمع مدني، مستفز للنساء والعاملات القطاع الفلاحي، والمفروض أنه يستفز السلطة لأنه هذا دليل على فشل في التعاطي مع الملف هذا ودليل على فشل في تطبيق القانون ويوصل لحد التواطؤ مع المخالفين بصفة عامة. علاش تقول الكلام هذا؟ يعطينا شوية تفاصيل على على الحادث بيدو، إذا كنت تقول اللي الحادث هو صادم أعطينا تفاصيل الحادث حياة، وفي نفس الوقت تنرجع إلى تطبيق القانون الأعداد 51 سنة 2019. تفضل. الحادث ليه صادم؟ لأنه كي نقولوا 63 شخص في شاحنة، قبل كنا ديما نمدوا ونقولوا راهو الوضعية اللي تمشي بها وتتنقل بها العاملات والعملاء في القطاع الفلاحي وضعية كارثية وضعية غير لائقة، أما أنه نلقاو رقم كيما 63 شخص، يعني أنت تخيل المشهد، فقط مجرد تخيل المشهد أنه كاميونة تتعدى في الكياسات، راهو ماهيش تتعدى في معناها ماهيش انفيزيبل، الكاميونة تتعدى في كياسات وتمر عبر الوحدات الأمنية في الطرقات. إذا كان الكاميونة تتعدى بالطريقة هذيك ونوصل ويصير أكسيدون ونحكي يعني ثم حتى نوع ساعات احيانا من المفروض الخجل من السلطة الجهويه، لانه القانون عدد 51 منح صلاحيات للسلطه الجهويه في تطبيق القانون هذايا وفي الرقابه وفي الحرص على تطبيقه، في خاصه في مساله منح الرخص. نلقاو ولايه كما ولايه بنزرت اللي المفروض ولاية بنزرت رائدة من حيث منح الرخص مقارنة بالولايات الأخرى، رو أشهر التالي ولاية بنزرت أعلنت على أنها منحت 10 تراخيص نقل عملة وعاملات في القطاع الفلاحي. تقولي تراخيص، رو الترخيص حسب الأمر الترتيب عدد 724 ما يتعطى إلا ما تتوفر شروط، ثم جملة من الشروط موجودين في الأمر الترتيبي باش تتعطى الترخيص. لفيت أنك عطيت الترخيص معنى الشروط هذيك متوفرة ومعنى أنه زادة، ثم خطوة كبيرة صارت
في الجهة هذيك. التراخيص اللي تمنحت راهي مرجع على نظر المناطق اللي موجودة ومنها المنطقة اللي صار فيها الاكسيدون. بي 10 تراخيص المهم في ولاية ينقصوا أو يحدوا من المشكل هذا. كيف كيف الحادث هذا صار بعد كما قلت لك 5 سنين تقريبا، اليوم عنا قانون موجود. إذا في ال5 سنين هذه ما خدمناش على تطبيقه خطوة بخطوة، نلقاو رواحنا بعد 5 سنين مازلنا في الليتاب زيرو، ما عملنا حتى خطوة، ما قدمناش جملة، راجعين بالتوالي. اليوم حتى قبل كنا في المنتدى كنا نقولوا ديما مراجعة القوانين، وكانت من بين النقاط والتوصيات نتاعنا في كل فرصة أنه نطالبوا بمراجعة التشريعات الخاصة بالعمالة في القطاع الفلاحي. وعنا عام تقريبا قاعدين نخدموا على المسألة هذه في جملة من اللقاءات مع نواب الجهات، وعملنا لقاءات في قروان وفي سيدي بوزيد وغيره على المسألة نتاع التشريعات. لكن وقت اللي نلقاو قانون مثلا 51 مع تحفظاتنا عليه ومع ملاحظاتنا في علاقة بالشروط نتاعه، ولكن موجود أموال أرضية قانونية موجودة. كسلطة أي كسلطة جهوية أو كوزارة داخلية، لأنه يعني موكول عليها تطبيق القانون هذا. القانون موجود، علاش ما تطبقوش اليوم؟ الأمر الترتيبي نتاعه موجود، التراخيص تمنحت، وأيضا حتى التعريفة نتاع نقل العمل والعاملات اللي المفروض قبل كنا نقولوا الوسطاء يستغلوا في النساء وياخذوا عليهم في 5 آلاف وفي كذا، اليوم لو كان طبقت القانون أنت كما هو، أبسط حاجة باش تلقى العاملات رابحين مينيموم 3 دينارات في جيبهم مقارنة بالوضعية اللي قاعدين يتنقلوا فيها اليوم. ش خلينا احنا في المنتدى طلبنا اول حاجه والنقطه العاجله طبق القانون كيف ما هو، وبعدها نشوفوا مراجعته، بعدها ننظروا في مساله المراجعه والتعديل بتاع القوانين. ولكن اليوم عندنا قانون طبقوا بصرامه. اذا كان اذا كان الياس اذا كان اليوم نشوفوا السلطة سواء على مستوى وطني أو جهوي قاعدة تتحرك في مسألة مكافحة الفساد والمحاسبة وغيره. هذا نوع من أنواع الفساد بالضبط. هذا اليوم هذا نوع من أنواع الفساد اليوم. إذا كان ما تقضيش على الوساطة في القطاع الفلاحي، الوساطة هذه مش فقط قاعدة تضر في القطاع أو تضر في الفلاحين أو في النساء ماديا أو اقتصاديا فقط، وإنما تضر فيهم يعني ثم جرائم قاعدة تمارس على أرواح الناس. به حياة العطار الآن المشكل وين بالضبط؟ أنتم هل المشكل في الوسطاء؟ هل المشكل في الرخص؟ هل المشكل في الرقابة؟ هل المشكل في أنت قلت تسكرية أو تسكرية مثلا تسكرية صار فيها الأكسيدون؟ يعني نعرف مليح تسكرية ونعرف مليح سجنة ونعرف مليح ماتر والطريقة ذيك نعرفها مليح مليح مليح. به امبوسيبل تتعدى من تسكريه قبل ما تتعدى على لي رون بوين الكبار اللي وصلوك صحيح نجم يكون الكاميونه في المسالك الفلاحيه اوكي، لكن من بعد 100% يطلعوا للطريقه الرئيسيه. اي في الطريقه الرئيسيه ما شافهم حد، في الطريقه الرئيسيه ما شاف حتى حد كاميونه فيها 61 بشر تبارك الله معليها. وهذا الحقيقه يبهت برشا في تطبيق القانون. دونك اليوم نبداو بالوسطاء، شكون هم هالوسطاء هذوما مدام عطار؟ هما ناس ما عندهمش رخص ويهزوا كمان؟ اي هما اغلبهم بخلاف الوضعيات القليله جدا اللي حصلت مؤخرا على رخص، هما اغلبهم ما غير رخص ينقلوا في العاملات والعاملات بطريقه عشوائيه، وهما اللي متمكنين او مسيطرين على القطاع، يعني بدرجة أنه الوسيط اليوم هو المتحكم في القطاع، أقوى من الفلاح وأقوى من العاملة هو اللي. والدليل أنت كي تلقى الكاميون مركب 60 معناها شخص، أعرف أنت القوة نتاع الوسيط هذاك في المنطقة هذيك، وقداش عنده شبكة العلاقات نتاع الفلاحين، خاطر ما نتصورش 63 يخدموا عند نفس الفلاح. يعني لهنا الوسيط هذا هو المتحكم اليوم في كل القطاع. الآن القانون واضح، معناها احنا امام قانون النقل الفلاحي وهي خدمة نقل عمومي غير منتظم مخصصة للعمال الفلاحيين القارين او الموسميين او العربيين، ومن بعد القانون يخرج بطبيعة الحال المرسوم الحكومي رقم 724 صادر في 31 أوت 2021. دونك اليوم احنا الترسانة القانونية موجودة، حياة موجودة. لماذا لا يتم تطبيقها بالنجاعة الكافية؟
لأنه بكل بساطة القانون ما شكون اللي مشرف أو شكون الأقرب للناس هذوما على الميدان. هما أعوان اللي واقفين كما كنت تحكي في الرومبوانات. إذا الأعوان هذوك معناها متكونين أو عندهم دراية كافية بالقانون هذا وما يتطلبه تتطلبه مسألة نقل العمل والعاملات في القطاع الفلاحي، أو أنه يا سيدي مش لازم يكونوا متكونين، هما فقط يخدموا خدمتهم. أنت تشوف كاميونة متعدية هذا حتى 30 شخص ولا 20 شخص، هذاك راهم خالف. اخدم خدمتك أنت كعون مرور في الطريق، بقية الخدمة تتخدم والسلطة الجهوية. إذا أنا قلت لك دونك لهنا أنت حياة العطار قاعدة تقول الردع يا جماعة عاونونا، ما تعاونونا، ما تخليش ما تعملش عين رات وعين ما راتش. إذا كانت عندها قدامك ثبت بالوقت، هل نحن إزاء نقل عمومي مخصص للعامل الفلاحيات قانوني وعنده رخصته وإلا لا؟ ما فيها شيء هذايا برشا وما تشاركش في العملية، لأنه للأسف نقولها على مسؤوليتي راهو ثم مشاركة في الحكاية هذه. يعني تقولوا احنا كي كنا تواطؤ راهو التواطؤ من في الميدان من داخل التواطؤ، وقت اللي انت تشوفه متعدي معناها ما ترجعوش وما توقفوش وما تحاسبوش، انت تاخو تساهم معاه بطريقه انه تطفي عليه الضوء او انه تاخو عليه رشوه باش يتعدى، وهذا مساهمه من الاعوان هنا. حتى على شكون باش نلومو؟ باش نلومو على الوسيط او باش نلومو على الاطراف اللي نقول عليها تطبيق القانون؟ في وقت من الاوقات حمله سلمى تعيش اللي كانت ضمت عدد من الجمعيات المجتمع المدني بعد صدور مرسوم التطبيق للقانون، واللي كانت تعدعات كل الوزارات لتوفير الاعتمادات اللازمه في ميزانيه 21 لتوفير الوسائل الماديه والبشريه لتطبيق الأمر الحكومي. اليوم الفلوس موجودة؟ فلوس نتاع شنو اللي موجودة؟ الاعتمادات اللازمة لتوفير وسائل مادية للنقل ولتوفير معناها نقل لائق. هو الأمر الترتيبي كان واضح في الفصول بتاعه. الأمر الترتيبي ضبط شروط معينة بالنسبة للناس اللي عندها رغبة إنها تاخذ رخص وتخدم. أعطاك شروط معينة في الوسائل النقل اللي لازم تتوفرها. إذا أنت كشخص طبيعي قادر إنك تاخذ وسيلة نقل مينيمام أقل حاجة تكون عندها 7 سنين خادمة وتكون فيها الكراسي وتكون يعني هم طريقة مؤمنة، أنت قادر أنك توفر الوسيلة هذه وتخدم غازي. ما كش قادر طلبنا أنه تكون ثم تسهيلات جبائية للراغبين في هذا، أو أنه تتأسس شركات للخدمات النقل اللي هو مختص تقريبا نفس الشروط، تكون مختصة في النقل. اليوم نشوفه أنه في بعض الولايات ومؤخرا في القروان وفي سبيتلا في القفرين وغيره ثم أخبار معناها متاع تأسيس شركات أهلية لخدمة النقل. نعرفوا كل الشركات الأهلية الياس، وحتى كي نطلعوا على المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية يقول لك الساعة أبسط شرط في قواعد التأسيس والمشاركة أنه يكونوا عدد الأشخاص اللي موجودين أو اللي باش يرغبوا في تأسيس الشركة لا يقل عددهم عن 50 شخص. إذا 50 شخص باش يأسسوا شركة للنقل، ونعرفوا اليوم يعني فما برشا إشكاليات خاصة في علاقة تأسيس الشركات وكل. أنت قاعدة تقول أنا ما نعرفش إذا كان أنت قاعدة تقول ما نعرفش أنا اليوم إذا كان فكرة الشركات الأهلية ناجعة وإلا لا في علاقة بالنقل للعاملات. عندك تساؤل سواء في النقطة هذه سواء زادة في نقطة التمويلات ولا وتوفير وسائل النقل، ونمشي معك الأبعد من هذا، توفرت وسائل النقل. إذا كان البنية التحتية اليوم اللي عنا بالوضعية هذه باش نجمو نحلو زادا مشكلة علاش احنا رجعنا حتى في البيان نتاعنا وصدرنا النقطة الأولى نتاع تطبيق القانون بصرامة على المخالفين وعلى أصحاب الشاحنات، لأنه نعرفوا بقية النقاط الأخرى تتطلب وقت وتتطلب استراتيجية واضحة وتتطلب تدخل. ممكن تم قاعدين تقولوا مدام عطار إذا كان اليوم غير مقدور عليه الطرقات والمسالك الريفية، ونعرفوا وضعية تونس في علاقة بهذا وتتحسن على امتداد سنوات، يا سيدي على الأقل أردع لي أنت الوسطاء وإلا المخالفين بصرامة ما باش هكاك ما يتعاودش الشيء هذا. هذا هو. شكرا لك حياة العطار.